الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل حديث فضل صلاة الإشراق ضعيف؟ الحمد لله، هو حديث حسن في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث حديث حسن، والمتقرر عند العلماء أن الحديث الحسن من جملة الأقسام التي يحتج بها في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولكن أريد أن أنبه على مسألة، وهي تسمية الصلاة بصلاة الإشراق. فنحن لا نعلم في الأدلة تسمية للصلاة بهذا الاسم، وإنما الأدلة سمتها بصلاة الضحى، وأول وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوعها وشروقها بعشر دقائق إلى 15 دقيقة، ثم بعد ذلك يصلي الإنسان ركعتين. هاتان الركعتان لا تسمى صلاة الإشراق، فإن الإشراق ليس له صلاة تخصه، وإنما هي ركعتا الضحى، أوقعها في أول وقتها لمناسبة بقائه ذاكرا لله عز وجل في مصلاه. فإذا الحديث حديث حسن، والصلاة هي صلاة الضحى، والله أعلم.